نعملوا له ديزاتولي ونوريوه كيفاش يعمل افلام. بتيت تختار كيكا جمهور يفهم اللي راهو صناعه فيلم راهي حاجه صعيبه برشا، راهي تكلف برشا فلوس، راهو في تونس ما عندناش اندستري، راهو قاعدين نحاولوا باللو بادجت بالفيلم اللي غير باهظ التكلفه، ما نحبش نقول رخيص التكلفه سينو سي بيجوراتيف، مي قاعدين نحاولوا باش نعملوا حاجه مغايره. نفهم الديسيبسيون تاع الجمهور التونسي من السينما التونسيه وعنده الحق فيها، وهذاك الكل مسؤولين فيه الكل، نحن خاطر سينا سيركل دوره قاعدين ندوروا فيها ما عرفناش نخرجوا منها. جو بريتون با مانيش نقول انا عندي الحل، مي نقول كي نعملوا افلام ما تكلفش برشا فلوس وخليو كل واحد يحكي حكايته، اللي يحب يعمل فيلم كوميدي يعمل. تتخمم في فيلم تاخو معناها في اعتباراتك لي زاتونت معناتها الانتظارات نتاع الجمهور. ما نفكرش ياسر في الجمهور، ما تنجمش تعرف، ما تنجمش تعرف شنو الرياكسيون نتاع الجمهور، ينجم يعجبو ينجم يعجبوش. حاجه في الغيب معناتها، ما نجمش انا نقول فيلموي باش يعمل اونتخي وباش العباد باش يعجبهم و نجم يعجب المثقفين وما يعجبش الشعب، نجم يعجب الجمهور العادي اللي مش. فما حكايه ما بين الجمهور وما بين المخرج اللي ممكن اكثر خطوره ولا اكثر معناها عمق من هذا، اللي هي السنسور معناتها القسان اللي يصير في الافلام. شنو قالوا لك خاصه كي الفيلم يتعدى في تلفزه وكي قصوا منه، الا حتى من غير ما يتعدى في تلفزه ويقصوا، شفنا مهرجانات في تونس اللي تعدي نفس الفيلم كامل في العاصمه وناقص في بلايص اخرى. شنو شنو يحس كيفاش يحس المخرج كي عندها مشكلة عقليات، هذه حاجة خايبة ياسر كان الفيلم المخرج يقص له في فيلمه خاطر حياته معناتها عبارة يقص له في بيريود هو خدم فيها. جيسبيغ سونسور ما عادش تكون موجودة توا سورتو بعد الثورة اللي صارت. مي ما عنديش ما نجمش نجزم يعني مش باش تقص حاجات باغ اكزومبل. انا بصراحه ما عمري ما صارت لي مشكله مع السنسور معناتها حتى في الكور ميتراج ولا في في ليلى مع الصحفيين ولا هي صحفيين ما قالوا ليش، قالوا لي علاش قالوا لي علاش اسئله علاش ابيض واسود علاش تمثيل علاش كاستينغ هذاك، مي ما فماش سنسور. انا عمري ما تسنسرت في تونس ما تخليني نقولها واضحه، انا عمري ما تسنسرت حتى كتابات نتاعي ضد نظام اللي يسموه نظام البائد والمخلوع ما سانسرونيش، ما صارت لك معناتها ما صارت ليش حتى مشكله للاسف الشديد معناتها فهمني معناتها سي نو نو خاطر قاعد لاحظ اللي ولينا في مخدينا من الديمقراطيات كان عقليه الشو بيز شنو فما اليوم، شنو فما اليوم، شكون اللي تسانسر البارح، شكون اللي مش تسانسر غدوه، شكون الصحفيه اللي ما مشاتش الكونفيرونس تاع اكس وشكون الاخرى. قاعدين عملنا ريفولوسيون جو بونس وماتت فيها ناس باش نبنيو حاجه. تحس اللي فما توا فما مخرجين حتى قبل الريفولوسيون اللي ماشيين اكثر في البروفوكاسيون معناتها اللي يجري وراء مشاهد هذا موجود تستفز المشاهد معناتها الجمهور يعرفهم راهو الجمهور يعرف راهو الجمهور ما نحن نتخيلوا الجمهور ماهوش ذكي، الجمهور ذكي اذكى منا. جان كاسافيت مخرج امريكاني يقول الجمهور ما يعرفش المخرج ما يعرف شيء خاطر الجمهور شنو نجم يفكر. جيسبيغ نبنيو حاجه جينيراسيون تاعي انا معناتها الجونيس اللي هي اللي هزت ريفوليسيون هذه، جيسبيغ تعمل حاجه سينمائيا وفنيا سورتو فنيا اكثر منه حاجه اخرى بيان سور. ينساو السياسه، السياسه تقتل السينما، انا مانيش ضد الافلام، نكره الافلام السياسيه، نحب جون لي غودار نكره الافلام السياسيه. ما تحب الشعر السياسي اي ولا اللي نجموا اللي ما نقولوش بالسينما نقولوا بالشعر. اللي ما يعرف الشعر مهدي الهميلي نجم يدخل على الفيسبوك مهدي هميلي يلقى القصائد والشعر بتاعه الكل يشوف السياسه وقتها والفن السياسي على غالب تاع بيه. مهدي باش نرجع لك السؤال ما حبيتش تجاوب عليه بكري، علاش نواغي بلون في الافلام؟ والله نواغ بلون تعرف انا قلت حاجه لتونس ديما قلت لتونس نقول ولا في باريس قلت تونس بلاد كلها الوان وانا راجل ابيض واكحل على غالب انا نحب نعمل افلام بالابيض لكن خاطر نحس المود نتاعي الاسبري الروح نتاعي ابيض واكحل. معناتها هذايا خيار فني معناتها هو خيار مش على خاطر يكلف اقل. لا مانيش نحن اون بليس هما سالوني صحفيين قالوا لي يتكلف اقل قلت لهم نوميريك صوروا ما عادش فيلم معناتها فالاسئله هذيك علاش ساعه ساعه الاسئله نتاع الصحفيين معناتها هذا اختيار فني اختيار فني وموضوع هو اللي حط وبالطبيعه معناتها فيه جماليه الاكحل وابيض من قبل مش على خاطر عندنا الوان هو اصل السينما. يعطيك الصحه مهدي توا باش نتعداو نتفرجوا في مقطع ثاني من
انستون كوبابل، لحظة ذنب، مقطع صغير من فيلم من إخراج مهدي الهميلي ونجم عطال. بيفي. Et vous avez souvent peur comme ça quand on vous retrouve toute seule? Bah dans ces cas-là, barricadez-vous puis allez vous coucher, Madame Robinson. Hein? Je suis névrosée. Puis-je vous poser une question? Que pensez-vous de moi? C'est-à-dire? Vous me connaissez depuis presque toujours. Vous devez vous être fait une opinion sur moi. Je vous ai toujours trouvé des plus sympathiques. Saviez-vous que j'étais alcoolique? Quoi? Saviez-vous cela? Bon, écoutez, Madame Robinson, je crois qu'il faut vraiment que j'y aille. Asseyez-vous, Benjamin. كنا نتفرجوا في المقطع الثاني من فيلم انستون كوبابل، لحظة ذنب، للمخرج مهدي الهميلي اللي هو ضيفنا ليلى، واللي باش نشد فيه صحيح باش يقرا لنا مقطع من شعر واحد اخر عملوا على المخلوع بن علي. داكور، انت حبيت تقريني فيها قصيدة. هو قصيدة كتبتها له نهار تاع عيد ميلاده، فات وقت رحليت صباح الكونت نتاعي لقى بلوكي له فيسبوك وجيميل وكل شيء، وحطوا له تصويرته وكتبوا له هابي بيرثداي تو يو مستر بريزنت كما عملت مارلين مونرو الشيف جون كينيدي. فقلت لي فوز من كمام نفرح به نكتب لي قصيده. اون 2009 كتبت له يا معلم، ما طويله شويه هي، باش نقرا لك الاخر نتاعها خاطر فيها برشا معطينا فريمون ضحكت، يقولوا بتونسي فركتهم عليه. ففي الاخر نقول له يا معلم يا نبي الخضرة وضع السيره وثنيه، يجيك نهار ويفوت الفوت ما ينفعك حد، لسبيك ذهب ولا يخوت، يا معلم الحمد لك والشكر لك، وهذا الكل مش سب، هذا وراسك حب، باسمك نبدا وباسمك نختم، حبك راني والفهم يفهم. يعطيك الصحة. بالطبيعة فما شعر يلزمنا نقراوه لعبيد اخرين يظهر لي سخايل ورواحهم ينجموا يعديوها على الشعب التونسي اليوم. الشعب التونسي يعرف كل شيء. يعرف كل شيء بالطبيعة. اليوم زاد باش نحكيو مهدي على التجربة نتاعك السينمائية اللي أنت معناتها عديت وقت في تونس، معناتها بديت في تونس ومن بعد اخترت أنك تمشي لفرنسا، مشيت لباري. كيفاش تعمل توا باش تمشي وتجي؟ تخدم في فرنسا أكثر من تونس؟ شنو هي الصعوبات اللي تقام في البلاد هذيا وفي البلاد هذيك، وكيفاش تنجم تجمع ما بين اللي تعيشه غادي وتعيشه لنا؟ والله أنا مشيت لفرنسا بصراحة ما كنتش حاب نمشي، برشا يسخايلوا باري نحلموا، كنت حاب ما كنتش حاب نمشي، تلزيت إني نمشي خاطر بعد ما كملت ليزيتيود نتاعي في السينما هوني لقيت اللي فماش اللي كنت نحب نشوف حاجة أخرى. من بعد مشيت غاديك عملت الأفلام هذوما اللي مع ليكول دو سينما، ومن بعد كملت وحدي، ومن بعد قعدت خذيت الوقت اللي نكتب فيه. اللي فريمون تاخذ الوقت باش تكتب فيلم، تحس روحك ماكش ما فماش مجتمع، ما فماش عوائق التزامات وفماش قواعد ودي كود هكا يقمعوا فيك، خاطر كنت خاف ياسر من القمع انا، فهمني كنت هارب من القمع. خذيت الوقت اني نكتب. من بعد جاء المشروع نتاع اللي كان عندي الفيلم الطويل اللي في كنا نصوروه في مصر توا، معناتها شهر مارس كنا نورمال نصوروا. جاء الفيلم هذا، مشيت لمصر، قعدت في مصر بريود ودخلت في سينما نتاع السينما وحبيت نفهم وجبت معناتها فريمون خدمت على الفيلم بكدا وصححت كونتراتو مع منتج. من بعد جيت اللي هو لا اللي هو اللي هو في فيلم اسمه ليبيرو، اللي هو يحكي على حكاية جوار تاع فوتبول يتضرب، فما حكاية في تصور في اسكندرية الكل. بعد فيو لا ريفوليسيون تلازيت اني فريمون نرجع لفرنسا باش نجم. مي المشكلة فيش انه في تونس وفرنسا فماش فرق، راه فما فرق في التفاصيل الصغار نتاع كلها لقاءات، كل حكاية مخرج قبل منتج، ويبدا فما بروجي في الوسط، يبدا فما فيلم، وزوز يتفاهموا
ومن بعد ينجم يخرج الفيلم. العملية هذه أن يعني المخرج يقابل المنتج ويدخل في المنظومة هذه، معناها في مقابلات وفي معارف وكل شيء. بالنسبة للمخرج شيء بتونسي، خطر مش كان أنت مهدي، نعرفوا برشا مخرجين ودي تكنيسيان زادة يمشيوا لفرنسا على أمل أنهم يخدموا يعملوا كارير، فوالا يعملوا كارير وزيد كيف كيف معناتها يثريوا التجربه نتاعهم ويلقاو رواحهم مجبورين من بعد باش يرجعوا، خاطر الميدان في فرنسا مسكر على الاخر اكثر من اللي في تونس. معناتها نسخايلو اللي هو محلول الميدان ما هو مسكر برشا، مي بصراحه خذ مثال عبد الطيف كشيش باغ اكزومبل، عمل افلام بالكدا ومن المخرجين المحترمين جدا في فرنسا. مش مشكلة، فما مخرج تونسي كبير قراني قال لي مستحيل باش تنجم تعمل فيلم في باريس، مستحيل مستحيل، قال لي مستحيل حتى كل متراج مستحيل. نهار اللي عملت فيلم كتبت له تيكستو قلت له راه عملت فيلم، هذا مش حاجه كبيره، خوفوا فينا من السينما. المخرجين الكبار يخوفوا المخرجين الصغار من السينما، يحسوهم اللي فيلم وفيلم مخرج صغير يعمل فيلم نتاعو. انت عايش على الاخر في هذا الصراع ما بين الاجيال. مش صراع، لا لا والله لا، نحبهم ياسر انا نقدرهم واساتذتي، مي عاش من عارف قدره، وكل فتره وليها ناسها. معناتها فما بريود حشتنا بافلام بالنيميريك تتصور، حشتنا بكميه باش من بعد نعملوا 90 فيلم بعد يخرج منهم. تصريح جريء برشا مهدي، نشكرك عليه. كيما البوند نوس اللي باش تتفرجوا فيها توا الفيلم الليلة اللي هو زاد فيلم جريء برشا، نتفرجوا في البوند نوس يعطيكم فكره شويه على الفيلم هذايا، ومن بعد نرجعوا بعض. Et là, le mec arrive. Mais regarde, mon sang, regarde. Je regarde. Non, tu regardes pas vraiment. Tu veux quoi, là? Tu veux qu'il revienne, c'est ça? Non, je veux pas. Alors aide-moi! Regarde. Le type à droite, là. Là, le type à droite, c'est lui, le mec avec la blonde. Et là, le type qui descend du bus. Regarde! Il faut que tu sors de ta léthargie, là. Tu vas te remuer, oui. Tu vas être, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Là. Le mec, là. C'est lui. C'est lui. C'est lui. T'es sûr? Je suis sûr. Va dans la voiture. Va dans la voiture! كنا نتفرجوا في ومضة إعلامية بوطنوس من فيلم ليلى اللي تعدى ديجا في كان. مهدي انت اخترت لنا ليلى فيلم زازويت، فيلم قديم شوية ما برش. عنده عندنا كنا تويزا وعندها حاجة اخترته خطره فيلم كولت، خطره فيلم يونيك، معناتها تحس وحده هكا في السينما التونسية. فما فيلم تحس زازويت حاجة هكا وحدها، خاطر فيلم تفرج فيه وانا صغير عجبني برشا، ومن اول افلام تفرج فيهم في السينما. وفيلم انا نشيخ عليه شك نحطه، معناتها من احسن الافلام في حياتي انا، فيلم ذا بكل تواضع ولا تاع سي محمد علي العقبي. محمد علي العقبي، نتفرجوا مع بعضنا في فيلم زازويت محمد علي العقبي. ان شاء الله سهريه ومهدي الهميلي، ان شاء الله سهريه معاها عجبتكم، وان شاء الله فيلم زازويت زاد يعجبكم للي مازال ما تفرجش فيه. نتمنى لكم سهره ممتعه. بالسلامه.